سيسدد من صالحي، والحارس ممتاز بالشلف، والحارس بالشلف يبعدها الى الركنيه بعيدا عن الاطار، كانت مقوسه بدقه متناهيه. هاي الكره مقوسه وتدخل الحارس في المتابعه، متابعه في الوقت داخل منطقه العمل لشباب قسنطينه، وتدخل الحارس مره اخرى بن شلف مره اخرى ينقذ فريقه، وتدخل موفق من بن شلف امام محاوله شباب قسنطينه المتكرره. الضغط من جانب شباب قسنطينه ولكن دون فعاليه لحد الان. اخطر الفرص من جانب شباب قسنطينه. نصر حسين داي عوده كليه لعناصر نصر حسين داي لمنطقتهم، ويتحملون ضغط المباراه لحد الان. شباب قسنطينه يضغط على امل اضافه الهدف الثاني، ونصر حسين داي ما زال صامدا من اجل الحفاظ على النتيجه المسجله لحد الان، وهي هدف مقابل هدف. العمري سيد علي يوصل كرته لصالحي، يوزعها صالحي، المتابعه من الاموق والهدف الثاني، المتابعه من اموق ران والهدف الثاني. العرضيه كانت من الجهه اليسرى، والمتابعه في القائم الثاني من الهداف أمقران عبد الحكيم، يتمكن من إضافة الهدف الثاني برأسية جميلة مباغتة. هاي الكرة من صالحي في القائم الثاني، خرج خلف المدافعين عبد الحكيم أمقران، وتمكن من إضافة الهدف الثاني ومباغتة الحارس بن شلف، ويضيف الهدف الثاني لشباب قسنطينة الذي يعود في النتيجة، وتصبح هدفين مقابل هدف واحد لشباب قسنطينة. الهدف كان ذكي جدا من اللاعب أمقران اللي خرج من خلف من المدافعين وسبق المدافع، وتمكن من ضرب الكرة بالرأس ووضعها داخل الشباك. نعم، ضغط الفريق الشباب هو الذي ساهم بشكل كبير في وفرحة أمقران بالهدف. نعم، أصبح الهدف في رصيده ثلاث أهداف بطريقة جميلة جدا صراحة، يعني حتى